للتعليق على موضوع الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي. أهلا بكم أستاذ نظير إلى جولة الأخبار. هذه المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعد بيرة قال إن نتائج الانتخابات التي فاز فيها هي تعبير حقيقي عن اختيار المقترعين. إلى أي مدى ترى أنها بالفعل تعبر عن إرادة الناخبين، خاصة مع نسبة أقل من 20% شاركت بهذه الانتخابات؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لا غرابة من موقف هذا المنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على اعتبار أن النتائج كانت لصالح حزبه تماما. لكن يعني مجرد أن نسبة المشاركة تصل إلى حدود 20 وربما أقل، هي طعن بهذه النتائج، لا سيما وان هناك كلام دار ونشر اليوم على موقع بغداد اليوم الاخباري، ربط ما بين فوز الاتحاد الوطني الكردستاني وما بين تسهيل دخول القوات العراقيه والميليشيات الى كركوك بعد اجراء الاستفتاء الكردي للاستقلال. فهو جاء يعني بمثابه مكافاه ايرانيه وايضا مكافاه من الحكومه العراقيه بان يجعلون الجناح التابع للاهور الشيخ جنكي هو من يحصد معظم الاصوات في مدينه كركوك والسليمانيه. وطبعا هذا حفز الاحزاب الاخرى التي لم تتوقع النتائج التي تخرج بها والتي همشت تقريبا في كركوك وفي سليمانية. أستاذ نظير، مطالبات بإعادة فرز الأصوات يدويا، يعني هل إعادة الفرز بشكل يدوي ستخلي الانتخابات أو ستخلي النتائج من أي عمليات تزوير؟ هل ستعطي هذا الفرز مصداقية لهذه النتائج؟ والله لا أظن ذلك. يعني أنا أتوقع أن يعني هذه المطالبات سوف لن تأتي بما يطمح له المطالبون بإعادة الفرز يدويا، لان عمليه التزوير من كان يعني المسؤول المباشر عليها هي المفوضيه، وبالتالي هؤلاء يطالبون باعاده فرزها يدويا وفي بغداد وفي مقر المفوضيه المستقله للانتخابات، وبالتالي وكانما انت تحكم الجاني نفسه. هو المتهم بالتزوير، هو من سهل هذا التزوير، هو من يقوم باعاده فرز هذه الاصوات. لذلك يعني هي محاولات يائسه، لا أظن أنها ستجلي الحقيقة حول يعني حدوث التزوير من عدمه، وستكون النتائج مطابقة لما يعني ورد من تسريبات حول نتائجها في كركوك. نعم أستاذ نظير، في هذا الإطار لتحجيم حالة الغضب الشعبي من النتائج المعلنة، السلطات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في مدينة كركوك، هل تتوقع أن تتطور الأمور في كركوك؟ يعني أنا لا أتوقع أنه الأمور ستتطور أكثر مما هي ما حدث يوم البارحة ويعني اليوم، لأن هناك قبضة أمنية شديدة في كركوك، إضافة إلى أنه يعني أي خرق أمني يحدث في هذه المدينة ربما ينتقل إلى مدن أخرى، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به حكومة بغداد ولا من يدعمها من النظام الإيراني. بالتالي الآن الإجراءات، حتى إجراءات العبادي اليوم أعلن باتخاذ كافة الوسائل يعني للتصدي لأي خرق أمني في هذه المدينة، وكانت لهجة حادة بمعنى أنهم سيواجهون أي خرق أو أي مظاهرات أو أي تعبير عن رفضهم لما جرى في هذه العملية الانتخابية. لذلك لا أتوقع أنه ممكن في الوقت الحاضر أن يحدث شيء، لكن فقط أريد أن أنوه أن نتائج الانتخابات الحالية ربما سيكون لها انعكاس شعبي على المستقبل القريب، يعني بعد بضعة أشهر عندما يصل إلى يعني قناعة الشعب العراقي بأن كل الوسائل للتغيير لهذه السلطة ولمكافحة هذا الفساد المستشري في هذه الحكومة لم تجدي نفعا، فهذا ربما سيكون عامل حازم في تأجيج الشعب العراقي للانتفاض على هذه الحكومة. مع العزوف عن الانتخابات أستاذ نظير، 20% فقط من عدد الناخبين من الذين شاركوا في الانتخابات، برأيك هل ستفرض نتائج الانتخابات على الشعب العراقي بأجمعه ويتم اعتماد هذه النتائج في تشكيل البرلمان الجديد؟
بالتأكيد ستفرض على الشعب العراقي، وحتى لو كانت نسبة المشاركة 10% ستفرض نتائج هذه ال 10% على الشعب العراقي، ويحكم الشعب العراقي يعني بأصوات جزء قليل لا يتعدى بين 10 و20%، يحكم الشعب كاملا. بدليل أنه حتى في قانون الانتخابات لا توجد فقرة فيها حد أدنى للمشاركة، يعني يمكن أن تلغى الانتخابات إذا كانت المشاركة لحد معين من يعني التدني. لذلك ستفرض هذه الأجندات وس يعني تنبثق عنها حكومة تحكم العراق لمدة 4 سنوات قادمة. نعم، هل يمكن أن يتطور عزوف الناس لحراك شعبي لاحقا ونتائج الانتخابات وعملية فرضها على الشعب العراقي؟ ستتطور مع المدى المنظور لحراك شعبي من الممكن أن يزيح من انتخب؟ هذا ما أريد أن أقوله، يعني برأيي إذا لم أكن مبالغا في رأيي، ربما الانتخابات التي حدثت يوم البارحة ربما ستكون هي آخر انتخابات تقوم به هذه السلطة، لأن ما بعدها سوف لن يكون مثل ما قبلها. يعني الشعب العراقي وصل إلى درجة من الوعي، عرف أن مفتاح التغيير لا يمكن أن يتم خلال الانتخابات الغير نزيهة الحالية، لذلك المسلسل سوف يستمر على ما كان سابقا. والخيار الآخر يعني كان العزوف الشعبي عن الانتخابات الحالية هو رسالة من الشعب العراقي، أما الرسالة الثانية فلن تكون بعدم مشاركة أو مشاركة، إنما سيكون حراك شعبي قوي رفضا لكل هذه العملية السياسية وبكل مخرجاتها يعني طيلة 15 سنة. الأستاذ نظير النداوي المحلل السياسي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.